أعزائي المشاهدين العربية مصر في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. معكم عمرو علي من مدينة السنبلاوين التابعة لمحافظة الدقهلية، تحديدا في مسقط رأس اللاعب إمام عاشور لاعب نادي ميدلاند الدنماركي اللي تداولت أخبار كثيرة في الفترة الأخيرة بانتقاله للنادي الأهلي. واحنا هنكون معانا اراء اهالي السنبلاوين عن انتقال امام عاشور، واحنا موجودين دلوقتي كمان قدام يعني عماره الزمالك اللي موجوده في مسقط راس امام عاشور. رايك ايه في انتقال امام عاشور للنادي الاهلي بما ان هو ابن السنبلاوي الدنماركي؟ والله يا حضرتك يا صفقه حلوه اول حاجه، وديت ربنا يسهل له حقنا بطولات كتير زي ما عمل للزمالك. هو راجل محترم ما يسيبش الاهلي ان شاء الله، يعني الاهلي هو بطل القرن، هو بطل القرن والبطل الحقيقي، بطل افريقيا، بطل كاس عالم انديه، بطل كاس مصر ان شاء الله، ودوري ان شاء الله السنه دي بامر الله، كاس العالم برضو ان شاء الله. امام عاشور بحبك يا ده، بحبك يا امام من قلبي، انت راجل محترم تابع رياضه الاهلي. كيف انتقال امام عاشور للنادي الاهلي؟ حلو ان هو لعب حلو اصلا، لما بيلعب بقى في نص الملعب بينزل يدافع يقطع الكوره يطلعها قدام تاني، ان هو حلو ان هو يلعب. بما ان هو ابن بلدك بقى، انت مبسوط ان هو رجع راح النادي الاهلي ولا كنت تتمنى يروح يفضل في الزمالك؟ لا ممكن هو ايه حابب ان هو يروح نادي الاهلي تاني، مش عادي ان انت تروح نادي الاهلي تروح نادي الزمالك، هو ايه هو بيحب حاجه عايز يقررها. يعني شايف انها صفقه كويسه للنادي الاهلي؟ عرفنا بنفسك الاول. انا حماده الجندي. قول لي بقى ايه رايك في انتقال امام عاشور للنادي الاهلي؟ هو مرحله اول خطوه عملها حلوه كويسه اللي هو راح نادي الاهلي، احسن من نادي الزمالك بكتير. بما انك انت من السنبلاويين بلد، يعني شايف ان هو اخطا ان في نادي الزمالك ان هو سابه ومشي، ولا ده احنا في عهد الاحتراف عادي؟ لا في عهد الاحتراف عادي، في عهد الاحتراف حلو كويس. تنصح امام عاشور بايه بما انك انت ابن بلده بقى؟ انصحه اللي هو كويس، اللي المرحله اللي هو عملها دي كويسه، وتبقى فتحه خير ان شاء الله عليه. تمام، شكرا. تقول ايه لامام عاشور؟ ربنا يوفقه وربنا يصلح حاله ويصلح حال كل الجميع. بس عشان انتقاله للنادي الاهلي ازاي؟ انا والله لسه ما تابعتش ليه كوره لغايه الان من النادي الاهلي. لسه برضه لغايه الان. هم في انباء بيقولوا ان هو خلاص الكلام عن الزمالك اهو تعال. ايه؟ امام والله اقول حاجه للناس. امام عاشور انتقل للنادي الاهلي. شايف ان دي صفقه كويسه للنادي؟ صفقه كويسه للنادي. ايوه. صفقه للنادي. ايه رايك في صفقه امام عاشور لما راح النادي الاهلي؟ لا ده حاجه زفت والله. ايه رايك في صفقه امام عاشور لما راح الاهلي؟ والله انا بقول ربنا يوفقه ويتم اختباره على خير، هو عشان ابن بلد، مش ابن بلده والله، مش عشان حاجه، هو جدع ومحبوب اصلا واخد بالك، ومش يعني ربنا يوفقه خلاص. هو من السنبلاويين ابن بلدك؟ ابن بلدي طبعا، ابن بلد اخويا. اخويا مبسوط انه راح الاهلي ولا كان نفسك يكمل في الزمالك؟ الله الوكيل، يعني الصراحه انا مبسوط عشان في ناس كتير اصلا كان نفسها اللي هو يروح الاهلي اصلا، واخد بالك، والحمد لله ربنا وفقه. ايه المميزات اللي هياخدها في النادي الاهلي ما كانتش موجوده في الزمالك؟ البطولات طبعا، صح؟ لا مش وجه رساله لامام عاشور. وجه له سلام. والله بجد يعني ما هو طبعا يا ابني انا بوجه له رساله هو ما يمشيش من الاهلي بجد والله. شكرا جزيلا. اقسم بالله. تقول ايه لامام عاشور؟ انا اقول لك اهو. قول بس الاول، قول لي ايه رايك في انتقال امام عاشور للنادي الاهلي؟ انا عايز امام ما يمشيش من الاهلي، وكده كده امام اخو بطولات، وانا بحبه وكل حاجه، وان شاء الله مش هيمشي من الاهلي ان شاء الله. شكرا. اول حاجه، بعدين مرتضى منصور سابه ببلاش فري للاهلي هديه، بس هو انسان مادي راح للاهلي والاهلي غروه بالفلوس وراح له. انا زملكاوي بحب امام عاشور، دلوقتي انا كرهته، ما بقتش مش عابده اصلا من زمان. يروح الاهلي شوف هيعمل ايه في الاهلي، ولا هيديهم حاجه ولا هيلعب حاجه في الاهلي، حتى لو هو ابن بلدك ما انتش، ولا هو ابن بلدي ولا هو، ولا اعرفه اصلا ولا عايز اعرفه. ماشي، يروح الاهلي، راح الاهلي مع السلامه.